رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب يواصل لقاءاته بالمرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة. وصول جثامين المصريين السبعة إلى مطار سوهاج، ورئاسته تطالب السلطات الليبية بتوفير الأمن للمصريين هناك. إحالة أوراق 26 إرهابيا للمفتي في قضية استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس. مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم وإلى التفاصيل. البداية مع الشأن المحلي ومتابعة لتطورات المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب لاستكمال التشكيلة الحكومية. وقد كلف محلب اليوم 22 وزيرا حسبما أفادت به التسريبات. تضم التشكيلة الحكومية 30 حقيبة غير الدفاع والخارجية، من بينها من تم تكليفهم ناهد حسن العشري للقوى العاملة والهجرة، إبراهيم يونس للإنتاج الحربي، حسام كامل أبو الخير للطيران المدني. كما احتفظ عدد من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم، أبرزهم محمد إبراهيم للداخلية، ودوريا شرف الدين للإعلام، ومحمود أبو النصر للتربية والتعليم، وهشام زعزوع للسياحة، وشريف إسماعيل للبترول، وعاطف حلمي للاتصالات، ومحمد إبراهيم للآثار، ومحمد مختار جمعة للأوقاف. وتم دمج وزارة التعاون الدولي للتخطيط ويتولاها أشرف العربي، والرياضة مع الشباب ويتولاها خالد عبد العزيز، والاستثمار مع حقيبة التجارة ويتولاها منير فخري عبد النور. كما تم تكليف عادل لبيب بتولي وزارتي التنمية الإدارية والتنمية المحلية، ويقوم بواجبات الوزارتين بدون دمجهما. للمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف منصور كامل، مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة المصري اليوم. سيد منصور، ما هي آخر التطورات لديك فيما يخص مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة؟ آخر التطورات أن رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب بيواصل مشاوراته الآن لإجراء التشكيل، والتقى منذ دقائق معدودة وحاليا ما زال اللقاء مستمرا أسامة الغزالي حرب المرشح لتولي وزارة الثقافة خلفا للوزير السابق محمد صادر عرب. وبهذا يقترب الدكتور أو المهندس إبراهيم محلب من حاسم تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يتبقى له سوى وزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة وزارة الصناعة يعني يتبقى حوالي ووزارة المالية هي لم يلتقي، ولكن المرشح لتولي هذه الوزارة سيصل غدا، وهو هاني أدري دمير مساعد وزير المالية السابق ومهندس مفاوضات تفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأبرز المرشحين لتولي هذه الحقبة. وأعتقد أنها محتومة لهذا الوزارة، محتومة لهاني أدري دمير. ماذا عن وزارات الخارجية والدفاع؟ هو طبعا أنت حضرتك تعلم أن وزير الخارجية نبيل فهمي في جولة أفريقية وهو لم يحضر حتى الآن، ولكن هو مستمر في منصبه. أما عن وزير الدفاع فهو طبعا مستمر في منصبه وفقا لمصادرنا اللي أكدت أنه مستمر في هذه الحكومة وزير الدفاع ونائب أول لرئيس الوزراء. وعايز أقول لحضرتك أن هذه الحكومة لن يكون بها سوى نائب واحد، وهو الفريق المشير عبد الفتاح السيسي الذي سيكون النائب الأول لرئيس الوزراء، وسيتواجد مع خلف الحكومة لليمين الدستورية أمام الرئيس عادل منصور. شكرا لك منصور كامل، مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة المصري اليوم. أعربت وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين عن شعورها بالفخر لأن تكون ضمن تشكيلة الوزارية الجديدة، منوهة إلى أن المهندس إبراهيم محلب كلفها بأن يكون شعار الإعلام في الفترة القادمة هو المصارحة مع الشعب. وأكدت وزيرة الإعلام على قدرة الشعب المصري على تخطي العقبات الحالية، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كلفها أيضا بأن يتميز الإعلام المصري العام والخاص بالمهنية والوطنية. يعني الحقيقة بشعر يعني غاية الشرف أن أكون في هذه الوزارة الجديدة وبهذا الاختيار،
ونرجو من الله لهذه الوزارة أن تواجه كل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، ظروف أعتقد أن الشعب المصري العظيم الذي واجه من قبل الاستبداد والتخلف والوصاية أن يواجه كل العقبات التي يواجهها الآن. وكلفني السيد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلفني بأن يكون شعار الإعلام في الفترة القادمة هو المصارحة مع الشعب بكل ما تمر به مصر، دون أن يكون هناك سماح بأي متاجرة بهذه الألام أو بهذه العقبات. على الإعلام المصري العام والخاص أن يتميز بالمهنية وأن يتميز بالوطنية وأن يعلي مصلحة الوطن في تناوله للأشخاص وفي تناوله أيضا للأحداث التي تمر بها مصر. هذا وقد تنوعت مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة، معربين عن أملهم في أن تنجح هذه الحكومة في تحقيق مطالبهم على أرض الواقع والحد من معاناتهم. كاميرا نيل رصدت بعض من هذه المطالب والتي كان أبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور. اشتغل المصانع، ما المصانع دي او اشتغلت هتريح البلد، ولا عايزين نستورد ولا حاجه، واحنا احسن بلد طلع حديد. والامن والامان يتوفر لنا وسائل عمل، شباب زي حالتنا مش لاقيين حاجه وظيفه نشتغلها، مش لاقيين حاجه نعملها. هم اصلا يشوفوا الناس الحاجات الاساسيه اللي الناس طالباها، اللي الثوره اتعملت عشانها، الحاجات الاساسيه اللي هي ايه؟ تشغيل الشباب، الناس الجعانه، العشوائيات، حاجات كتيره قوي قوي قوي. الامن والامان في البلد والاستقرار، تاني حاجه فرص عمل للشباب عشان البطاله كترت ومفيش شغل. تمنع الرشاوي، تمنع الانفلات الامني، تمنع تزيد من الحد الادنى فعلا مش على الورق وبالكلام اللي احنا بنسمعه. والاهتمام بالشباب، الشباب ولادنا، ويهتموا شويه بالمستشفيات، اطفالنا واولادنا برضه بيتبهدلوا، بنيجي نشوف اي دواء اي علاج ما بنلاقيش اي حاجه. الميه، النور، مشكله الكمامه حاجه ما يعني ما اقولكيش. ينقوا كوادر كويسه في البلد تشتغل، هنا ناس تكون ذو خبره جامده في البلد تشتغل، خاصه الوزارات اللي بتعتمد على دواخل البلد. وبالنسبه للحد الادنى والاقصى والكلام ده، الناس تنفذ الكلام ده. أكد السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده مع بعض مساعديه لقطاع الأمن أن هناك توجيها وتكليفا مباشرا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة لتوفير الإحساس بالأمن للمواطن والمجتمع المصري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار. بينما شهد الاجتماع بحث مجمل التطورات الأمنية، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود في مختلف المجالات لمواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون. عقد اليوم أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعهم مع المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية لمراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم إلى القسم من رئاسة الجمهورية. وصرح المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع بأن القسم متمسك بأن تكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خاضعة لرقابة القضاء، موضحا تفهمه لأهمية سرعة الفصل في الطعون على قرارات اللجنة. وأضاف المستشار العجاتي أن المحكمة الإدارية العليا ستكون هي فقط المختصة بنظر تلك الطعون، وسيكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر، وسيتم الفصل على الطعون من خلال درجة واحدة من درجات التقاضي. وأشار العجاتي إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة مواد القانون وإرساله إلى رئاسة الجمهورية السبت المقبل على أقصى تقدير. ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم أنها تلقت بمزيد من الحزن والأسى نبأ اغتيال المواطنين المصريين السبعة في مدينة بنغازي شرقية ليبيا. وقالت رئاسة الجمهورية إنها إذ تنعى أولئك الشهداء فإنها تتقدم لذويهم بخالص العزاء والمواساة، وتطالب السلطات الليبية بتوفير الأمن والحماية للمواطنين المصريين على الأراضي الليبية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقيف الجناء وتقديمهم للعدالة. استقبل مطار سوهاج الدولي جثامين شهداء حادث ليبيا الغادر والذي راح ضحياته سبعة أشخاص من عائلة واحدة، وسط هتافات لشباب القرية الذين نظموا وقفة رددوا خلالها هتافات تطالب بالقصاص. كان المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قد صدق على تخصيص طائرة عسكرية لنقل الجثامين عقب وصولهم إلى القاهرة
إلى مطار سوهاج. كما أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي العشري أن جميع انتقالات الجثامين وكافة الإجراءات وتصريح الدفن على نفقة الدولة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج. سيادة المحافظ، ماذا عن آخر التطورات فيما يخص جثامين الشهداء المصريين ضحايا حادث ليبيا؟ هو تم القداس على أرواحهم في مطرانية سوهاج من حوالي نص ساعة انتهى، وبدأوا يتحركوا في اتجاه المدافن. الجنازة كانت مهيبة وصعبة جداً لإحضار، يعني ما أقدرش أوصفها بصراحة. تلاحم غير عادي، شعب من مسلمين ومسيحيين من كل الأطياف كانوا موجودين داخل المطرانية اللي إحنا ما يعني ما كناش قادرين نقف من كتر الزحمة، لغاية ما خرجت الجثامين بعد القداس واتجهوا في اتجاه المدافع. ماذا عن ملابسات حادث الاغتيال والتنسيق أو التواصل المصري الليبي لمعرفة الجناة المسؤولين عن هذا الحادث الإرهابي؟ لا، احنا لسه ما عندناش اي معلومات عن ملابسات الحادث، ولكن احنا متابعين مع الخارجية، شايفين ان الخارجية بتتابع مع الخارجية الليبية، ونتمنى القبض على الجناة ومعاقبتهم ويدفعوا ثمن جريمتهم. يعني اشكرك جزيلا سيادة المحافظ. تحت امرك. تحت امرك. أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإجراء تحقيق ثوري في وقعة مقتل 7 مصريين أقباط في دولة ليبيا مؤخرا، حيث كلف نيابة شرق القاهرة الكلية بإجراء تحقيقات موسعة في تلك الواقعة بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام والجهات القضائية الليبية. يأتي ذلك في إطار أحكام القوانين المصرية والاتفاقات الثنائية والدولية ذات الصلة، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ومن المقرر أن يتم سؤال أهل الضحايا وإرفاق التقارير الطبية الخاصة بهم واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الوصول إلى حقيقة الواقعة وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها وكل ما من شأنه ضمان حقوق المصريين الضحايا. من جانبه، أدان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان العملية الإرهابية التي راح ضحيتها المواطنون المصريون 7 ببنغازي، مؤكدا أن أجهزة الدولة كافة ستبذل جهودا مكثفة للوصول إلى الحقائق لتقديم الجناة إلى القضاء. عرض عدد من المواطنين المقيمين في ليبيا قرب مدينة بنغازي لعملية إرهابية إجرامية شنيعة فظيعة لا يمكن أن توصف إلا بهذا الوصف وأكثر. تم نقل الجثث إلى المستشفى وبدأت إجراءات الفحص والتحقيق من قبل الشرطة ومن قبل النيابة العامة. الدولة الليبية بكل مؤسساتها تدين بأشد كلمات الإدانة وتستنكر بأشد كلمات الاستنكار هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي لا يليق. نظمت اليوم نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان إضرابا جزئيا في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للمطالبة بتطبيق قانون الكادر ورفض قانون تنظيم المهن الطبية. هذا ولا يشمل الإضراب أقسام الطوارئ بالمستشفيات ولا المستشفيات الجماعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة. بالتنسيق بين نقابتي الأطباء والصيادلة تشهد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية إضرابا جزئيا للمطالبة بتطبيق قانون الكادر الطبي. الإضراب الذي لا يشمل أقسام الطوارئ ولا الحالات الحرجة بالمستشفيات شمل كذلك الصيدليات الخاصة في فترة العمل الصباحية فقط، ويعرب المنظمون عن أملهم في أن توافق الحكومة الجديدة على إقرار قانون الكادر. زملاء في نقابة الصيادلة أعلنوا ان هم هيبقى عندهم اضراب اليوم، فاحنا بتنسيق معهم انضمنا لهذا الاضراب، وكذلك انضم لنا الاسنان، ومؤخرا البيطرين انضموا لهذا الاضراب. نتمنى في حكومة الدكتور محلب ان يكون في استجابة افضل من الحكومة السابقة وتتحل المشكلة قبل ما الاضراب القادم اللي هو هيبقى اضراب مستمر من يوم 8 مارس. على الأرض يعمل القائمون على المستشفيات لحل جميع المشكلات الطارئة التي تواجههم بسبب الإضراب، لا سيما في ظل تباين مواقف عدد من الأطباء بشأن مسألة الإضراب. في أطباء عايزة تضرب، في أطباء لا، بس ما ينفعش نفتح العيادات والمريض يكشف عليه ويتعمل له الفحوص الطبية وبعدين يجي يصرف علاج ما يلاقي الصيادلة. الصيادلة مضربين بنسبة 100% ورافضين صرف أي دواء في العيادات الخارجية
انما احنا بنعمل بناخد المرضى زي ما حضرتك شايفهم في جميع اقسام الطوارئ بالمستشفى، بنشوفهم بنقدم لهم اسعاف اولي، احنا بنديهم حاجه دلوقتي في الطوارئ بحيث يجونا في ميعاد اخر نقوم بصرف الدواء ليهم مره ثانيه. ومن المقرر ان يدخل الاطباء